هل الممثل الخاص للأمين العام اليوم للأمم المتحدة بالسودان يمثل حقيقة الفرصة الوحيدة أمام حل هذه الخلافات وجسر الهوة ما بين المكون العسكري والمدني اليوم؟ بالطبع، لأن المسؤول عن البعثة الأممية فولكر هو يعتبر محل ثقة لدى المجتمع الدولي، وكذلك محل ثقة لدى المكونات بالنسبة لقوى الحرية والتغيير ألف وقوى الحرية والتغيير باء، وكذلك المكون العسكري يستطيع أن يلعب دورا مقدرا، ولكن تبقى هنالك بعض العقبات التي تواجه حتى مبادرة فولكر هذه. اسمح لي أن أقاطعك هنا سيد أشرفي بمداخلة بسيطة، أولم يكن السيد حمدوك مصدر ثقة يعني لكافة المكونات كذلك؟ لا نعم، أنا أتحدث عن من الذي يقود التوسط والمبادرة للحل. أما إذا سألت عن الدكتور عبد الله حمدوك فهو محرضة تام، وهذا ما يجعل الآن المكون العسكري لا يستطيع وعاجز في إيجاد البديل، خاصة وأن الشعب السوداني كله بالأمس قال كلمته وخرج مؤيدا لحمدوك، وحتى القرارات الأخيرة لم تكن محرضة لدى الشارع السوداني، ولعل جماهير الأمس التي خرجت هي وضعت النقاط فوق الحروف. حمدوك متفق عليه بالتأكيد لدى الجميع بما فيهم حتى المكون العسكري الذي اتخذ القرارات، ولكن أنا كنت أتحدث عن فولكر باعتباره الشخصية المناسبة لقيادة التوسط الآن، لأنه يحظى بقبول دولي ويحظى بقبول محلي، هذا ما كنت أقصده. ما الذي يمكن أن يحققه فولكر؟ على أي أرضية ستتم هذه الوساطة برأيك؟ في تقديري الأرضية هي مسألة مهمة، ما يحدث الآن هو احتقان وفيه مناخ لاهب وفيه محاولات مستمرة للقمع من قبل المكون العسكري حتى تجاه المتظاهرين، بالأمس قتل حوالي 3 متظاهرين في أمدرمان وما إلى ذلك، وبالتالي لتوفير هذه الأرضية لا بد من أن يتواضع المكون العسكري ويقوم بإطلاق سراح المعتقلين، وهذا هو الشرط لدى كل القوى السياسية حتى تصل إلى التحاور، حتى ضيفك الكريم، حتى الحركات المسلحة التي هي جزء من قوى الحرية والتغيير ألف كلها طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، لأن هؤلاء المعتقلون هم جزء أصيل في الوثيقة الدستورية التي تم تجميد بنودها، ولا بد أن يقوم التفاوض على أساسها. إذا هذا ما جعل الدكتور عبد الله حمدوك يريد أن يقول بعض المسائل المتعلقة بالاشتراطات التي من شأنها أن تجعل الحوار ممكنا، ولعل أبرزها هو إطلاق سراح المعتقلين وترك الحرية له حتى يختار من يراه مناسبا من حيث الكفاءة ليتولى مقاليد الوزارة إذا كان هو وزير مجلس الوزراء الجديد.